مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في أخبار الثالثة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي، والبداية بالعنوان. الإمارات تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بمزيد من المبادرات تجاه شعوب العالم. وموسكو تشدد الخناق على مدن شرق أوكرانيا، وحلفاء كييف الغربيون يمدونها بمزيد من الأسلحة ويدرسون عقوبات أشد على روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. تحيي دولة الإمارات اليوم الأربعاء يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه. وتحرص الإمارات منذ رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان على إحياء هذه المناسبة وفاء وتخليدا لإرث القائد المؤسس، وتأكيدا على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة. ما أنبل دلالات يوم يحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يوم يعلي قيم الإنسانية ومثرها فوق كل اعتبار، تلهم فيه الأثر العظيم للقيم التي غرسها قائد في نفوس شعبه والمنطقة والعالم أجمع. ويأتي يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام وللعام الثالث على التوالي في ظل ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم، والتزاماً من دولة الإمارات بواجبها الإنساني تجاه غيرها من الشعوب المحتاجة، فقد قدمت الدولة العديد من المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة المتضررة بجائحة كورونا. فضلاً عن ذلك، المبادرات الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، حيث نجد العديد من المؤسسات العامة والخاصة تتجاوب بشكل مثير للإعجاب مع مبادرات الدولة الخيرية والإنسانية وتساهم في الجهود الإغاثية للدولة. أما عن التطوع، نجد أفراد المجتمع في دولة الإمارات يساهمون في التطوع لمساعدة جهود الدولة الإنسانية لتقديم العون للأسر المحتاجة ودعم المبادرات الخيرية. أما في الخارج، فالتطوع من خلال مؤسسات الدولة الخيرية لتوزيع الطرود الغذائية يعطي نموذجاً مشرفاً عن الإمارات وشعبها الطيب. تسير دولتنا بثبات على النهج الذي رسمه المغفور له بإذن الله، ونواصل اليوم مسيرة العمل الإنساني والعطاء في ظل القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات تتصدر قوائم الدول الأكثر تقديماً للدعم الإنساني والمساعدات التنموية. ونقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمتواصلة للشهر الثاني على التوالي. شددت القوات الروسية الخناق على الجيش الأوكراني في عدد من المدن خاصة في شرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قصفت 1053 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل ودمرت 106 مواقع إطلاق نار. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغر كوناشينكوف إن من بين الأهداف التي تم ضربها 4 مراكز قيادة و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وكذلك الآليات والمعدات العسكرية. وفي الجانب الأوكراني، أعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريتشوك عن التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإحياء أو لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبل المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا. وأكدت فيريتشوك أن جهود الإجلاء تتركز حول إنشاء ممر إنساني للنساء والأطفال وكبار السن إلى مدينة زاباروجيا، ولم يفتح أي ممر إنساني في أوكرانيا منذ السبت في غياب أي اتفاق بين موسكو وكييف على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله مع حلفاء غربيين لمناقشة العملية العسكرية الروسية. من جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سهلت إرسال قطع غيار إلى الأراضي الأوكرانية لكنها لم ترسل طائرات إليها. كما أعلنت وزارة الدفاع النرويجية اليوم أنها قدمت نحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا، مضيفة أن الأسلحة شحنت بالفعل. ويأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وفي أحدث دعم دبلوماسي من الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا، قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بزيارة غير متوقعة للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم. وقال ميشيل في تغريدة أرفق بها صورة له في محطة قطار إنه وصل إلى كييف اليوم التي وصفها بقلب أوروبا الحرة والديمقراطية. نشرتنا متواصلة فيها بعد قليل. اجتماع المجالس السياسية اليمنية العليا في عدن لأول مرة منذ انقلاب الحوثي. هذا المال الذي يرزق الناس ويرزق المحتاج يبقى من أخذ الليد. رجل ألهم البشرية وأرسى دعائم المحبة الإنسانية، أسس نهجا بني على الإحسان. الإنسان يعطيه الخالق عز وجل لأجل أنه يقضى حاجة الناس، وزرع تراثا من الخير. لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي. حصاده كان دربا سارت عليه الأجيال لتكمل مسيرة العطاء وترفع اسم الإمارات عاليا في مجالات العمل الإنساني، وتخلد اسم الأب القائد إحياء لذكراه. حلم المؤسس. الأربعاء 5 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الإمارات تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بالمزيد من المبادرات تجاه شعوب العالم. وموسكو تشدد الخناق على مدن شرق أوكرانيا، وحلفاء كييف الغربيون يمدونها بمزيد من الأسلحة ويدرسون عقوبات أشد على روسيا. مرحبا بكم مجددا. وإلى الشأن اليمني، وبعد أداء مجلس القيادة الرئاسي في عدن قسمه الرئاسي أمام المجالس الثلاثة السياسية العليا في البلاد، بات المجلس الآن أمام صعوبات كبرى عليه التعامل معها، لكن يبقى أبرزها إنهاء الانقلاب الحوثي والملفان الاقتصادي والإنساني. في خضم الحراك السياسي الذي أفرزته المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض قبل أكثر من 10 أيام، بدأت مجالس النواب والشورى والوزراء تجتمع لأول مرة في العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع دخول الحرب في البلاد سنتها 8. طبعا عودة المجالس الثلاثة، مجلس النواب، مجلس الشورى، مجلس القيادة الرئاسي، أيضا الهيئة الوطنية للمصالحة التي تم تشكيلها بنفس القرار التي تشكل به مجلس القيادة الرئاسي، أعضاء مجلس النواب، كل هذه الأمور تعيد لعدن مكانتها كعاصمة مؤقتة، وتفيد بأن اليمنيين في حالة وئام. هؤلاء يمثلون اليمن، كل اليمن بكامل تعبيراته بكامل قواه السياسية.
عودة المؤسسات السياسية العليا إلى عدن في هذا التوقيت يضعها أمام تحديات جمة، لكن تبقى أبرزها مرتبطة بملف إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية، كما هو الحال مع الملفين الإنساني والاقتصادي، واللذان يشهدان تعقيدات متراكمة بسبب استمرار الحرب منذ سنوات. أمام الحكومة كثير من التحديات والصعوبات، من بينها أعتقد التعنت لدى ميليشيا الحوثي لأنها لم تقبل أن تجنح للسلام، وهذا يفرض على الحكومة الفاعلية السياسية والفاعلية الدبلوماسية من أجل إما أن يلتزم المجتمع الدولي من أجل الإيفاء بتعهداته بإنهاء الانقلاب. الحراك السياسي الذي تشهده اليمن مؤخرا يراه البعض بأنه يمثل انفراجة كبيرة للجهود التي اتسمت به المرحلة السابقة على مختلف الصعد طيلة السنوات الأخيرة من عمر البلاد. يرى سياسيون يمنيون بأن عودة المجالس الممثلة للشعب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن تمثل خطوة كبرى في طريق إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، إما من خلال الحوار السياسي أو من خلال الحسم العسكري. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الذبحاني، تعز. اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة فجر الأربعاء تحسبا لاقتحامات المستوطنين اليهود وفق تلفزيون فلسطين الرسمي. وأخلت القوات الإسرائيلية ساحة المصلى القبلي في المسجد الأقصى من المصلين وحاصرتهم في مصليات الأقصى بعد إغلاقها. هذا وأعلنت جماعات استيطانية متطرفة نيتها إقامة مسيرة أعلام حول البلدة القديمة في القدس المحتلة مساء اليوم، وسينظم المسيرة نشطاء يمينيون وحركة استيطانية تسمى شباب البلدة القديمة. وقدموا طلبا للشرطة الإسرائيلية لإقامتها، لكن السلطات الإسرائيلية لم تعلن بعد الترخيص لها. وفي اتصالين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعملون معا لإنهاء دوامة العنف بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. ودعا أيضا الجانبين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تحرك أو تصريح من شأنه أن يؤجج التصعيد وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة. في الشأن الليبي، عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة، وهما مسألتان ما زالتان تثيران انقساما بين أعضائه، خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد. ومنذ استقالة السلوفاكي يانكوفيتش في نوفمبر يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا، لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر لأكثر من 4 أشهر. وذكر دبلوماسيون أن إفريقيا التي تأمل في تعيين إفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش في خطوة تلقى دعم روسيا والصين. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم في الرابعة في أمان الله.